احلى ناس في الدنيا، اخباركم ايه؟ رب كلكم تكونوا في افضل حال. وانتوا بتشوفوا الفيديو النهارده، النهارده كان ان شاء الله هوريكم اسهل واسرع طريقه لتقشير وتقطيع وتفريز البرقاس، مش هيسودني منك ولا هيحصل له اي حاجه نهائي. ان شاء الله كده تجربوه بالطريقه بتاعتي وهيعجبكم كتير جدا جدا. تعالوا كده مع بعض كده نشوف ايه انا بقشره وبقطعه ازاي وبفرزه ازاي كمان. يلا كده نسمي الله ونبتدي. اسهل طريقه بقى لتقشير وتقطيع البرقاس في نفس الوقت هو انك انت تسيبي الجزء ده كده سليم وتمسكي كده منه. اول حاجه تعملي زي قاعده كده تثبتي البرقاسه عليه، يعني بتقشرها من تحت بمعنى اصح. حاولي بس ان انت تعملي لها ايه زي قاعده بس نعرف ايه نوقفها بس ما تقعدش تروح وتيجي معايا اهو. بعد كده بقى بتمسكي كده من الجزء ده كده، دايما تلاقي الاغلبيه بيغلطوا ويشيلوه، يعني بيقطعوا الجزء ده الاول. لا طبعا غلط. تمسكي كده منه وتقشري بقى كده ايه بالطول. طبعا لو السكينه بتاعتك حاميه عن السكينه اللي معايا هتقطعي بسرعه وتقشري بسرعه. يعني انا عايزه يعني ما اهدرش من القلقاس وانا بقطع، فاهمني؟ هتقطعه بقى بالشكل ده كده اهو. شايفين بقى قشرتها ازاي من غير بقى ما امسكها بايدي ولا ايديا تلزق كده في بعضها ولا اي كلام من ده خالص اهو. هتخلص بقى من الكلام ده كله وارجع لكم تاني. نمسح كده السكينه ايه مسحه كده سليم يعني، ونجيب كده كمان القلقاسه بتاعتنا اهو نمسحها، ولو فيها اي حاجه في جسمها من هنا كده بالسكينه وحاولي ان انت تتخلصي منها الطريقه دي كده. هراجع عليها بس كده لو فيها حاجه هشيلها بس كده. اخد بقى الكبسه بتاعتي وبالمنديل بقى ايه احاول ان انا انضفها برده. طب بالشكل اللي شايفينه قدامكم كده كده بصي بقى من الجزء ده تمسكي الكبسه كده وتقطعي بالشكل ده كده. شايفين الجزء ده احنا استفدنا منه ازاي كتير؟ يعني واحنا بنقطع واحنا بنقشر ما تقطعهوش خالص الا في الاخر بعد ما تقطعه. القلقاس فظيع، عايز حد قوي. جبت كده فوطه نضيفه اهي، امسك بقى كل قطعه يعني امسحها كده بضمير، يعني لان انا مش بغسل البرقاس يا جماعه. شايفين ازاي؟ طب الماده اللزجه اللي انتوا بتشيلوها او بتغسلوها او بترموها دي هي احسن حاجه في البرقاس، هي الفايده اللي في البرقاس كله، فاهميني؟ كل واحد برده براحته يعني. نعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب بقى كل قطعه بالشكل اللي انت شايفينه قدامكم كده نقطعها كده. حاولي تخلي القطعه بتاعتك يعني تكون لا كبيره ولا صغيره، في ناس بتحبها كبيره قوي
يعني خلي لك دوره صغيره بحيث ان انت لما تيجي تاكلها بالمعلقه تطلع في المعلقه بتاعتك كده، ما تبقيش مضطريه ان انت تقسمها بالنص وانت بتاكليها، او تحطها فوق تفتح بقك على الاخر كده وانت بتاكليها. فخلي بالك من الخطوات دي. بصوا الطرف يعني حاولوا ان انتوا تصغروه، او يعني قصدي تكبروه شويه، لان اللي في النص هيبقى اكبر منه. شايفين؟ بصوا دي كده حجمها يعني احسن. انا بس بوريكم يعني طريقه التقطيع وانتم حرين فيها. بصوا خلي الطرف لوحده اهو، لان هو ايه يعني هيتظلم شويه. شايفين تقطع ديني؟ تعالي بقى عند الطرف، ممكن تسيبي دي سليمه، ممكن يعني تعمليها كده. شايفين بقى القطع؟ بصوا مكعبات كده، لا كبيره ولا صغيره. شوف ناس بتقطعها كبيره جدا. نفس الكلام برضو في الباقيين، هقطعهم بنفس الشكل، مش عايزه اكبر. شايفين؟ مفيش اسهل من كده طريقه. دي بقى قطعها الوحيده. شايفين بقى تقطيعتي كده في القلقاس؟ شايفين شكله جميل جدا جدا؟ الحجم بتاعه يعتبر يعني تقريبا كله واحد. شايفين؟ دي كده التقطيعه بتاعتي. القلقاس قدامكم ما شاء الله نظيف، مفيش فيه اي حاجه وحشه خالص. في ناس كتير جدا بتاخد القلقاس تغسله بميه سخنه او ميه دافيه عشان تنزل الماده اللزجه اللي فيه. الماده اللزجه اللي فيه دي يا جماعه هي الفايده اللي في القلقاس، خلاص. فانا مش بغسله خالص ولا بقرب منه اي ميه خالص، ماشي. وكمان انا بفرزه بطريقتين، طريقه للقلقاس بصلصه وطريقه للقلقاس اللي هو بالخضره. اللي بالصلصه انا باخده اديله تحميره كده بسيطه كده على النار، مش بحمره قوي يعني، بس لون كده بسيط خالص. والقلقاس اللي هو اللي بالخضره انا بعمل له بعصر على القلقاس بس كده ليمون واقلبه كده فيهم، واخده عينه في قلب الفريزر في اكياس بقى وعينه في الفريزر. بيفضل لونه ابيض من اول يوم لحد ما انت تيجي تطبخيه بعد سنه ولا حاجه، بيفضل معاك ابيض ما بيسمرش ولا بيحصل له اي حاجه خالص. بس الطريقه دي انا ممكن افرز كل القلقاس بتاعي بالطريقه دي. اما بقى لو انا هعمل القلقاس بصلصه لازم احمره، لازم اديله تحميره بسيطه خالص. لو انتوا من محبين القلقاس بالصلصه جربوا ان انتوا تفرزوا القلقاس متحمر جاهز ويبقى على الاكله بتاعتك على طول، على الطبخه على طول يبقى متحمر جاهز معاكي. بس تعالوا بقى كده ما اوريكم انا هفرزه ازاي. بصوا هنا بقى انا سخنت الزيت زي ما انتم شايفين كده على النار اهو، نسبه زيت بسيطه مش كتير يعني. وهنزل بقى بقطع القلقاس بتاعتي كده زي ما قلت لكم، انا هقسم الكميه بالنص، نص هيعين القلقاس اللي هو بالخضره ونص هيعين القلقاس اللي بالصلصه. انا عايز اعمل معاكم الطريقتين، فاهمين؟ اهو ما تفطريش بقى على الملايه، وسيبيه بس كده ايه ياخد لون بسيط خالص. هوريكم بقى اللون اللي انا عاوزاه دلوقتي اهو. انا مش عايزاه يستوي يا جماعه، انا عايزاه يعني ياخد لون بسيط وخلاص اهو. مجرد بس ما ياخد اللون كده ارجع له تاني، اقلب كده القلقاس عشان يعني ما ياخدش لون من جنب والجنب التاني ده، يعني اقلبه كده باستمرار عشان يبقى كل لون واحد، فاهمني؟ اهو بالشكل ده كده. في واحده هربت من العذاب. شايفين بقى اللون اللي احنا وصلنا له ده؟ انا هطلعه بقى باللون ده كده. شايفين؟ مش عايزه اغير اللون ولا اي حاجه. لو انت بقى هتطبخيه يعني بتحمريه خلاص وهتطبخيه، اديله لون بسيط عن كده، يعني خلي اللون نفسه يصفر، فاهميني؟ يخلي لون القلقاسه نفسها القطعه تكون صفرة. لكن انا هستكتب بالشكل ده عشان مش عايزاه يستوي مني، لان احنا لو خلينا اللون اصفر يبقى هو يستوي معاك. طبعا لسه هيخش الفريزر وهياخد سوا شويه، لان بتفرز بتستوى شويه، فاهميني؟ فانا مش عايزه كده، انا عايزاه ايه يعني ياخد اللون البسيط ده يا جماعه. طبعا لما بنيجي نطبخه بنبقى عايزينه ياخد ويدي كده ايه الصلصه بتاعته عشان يستوي فيها ويدي لها قوام كده ويستوي في قلب الصلصه نفسها. فانا بديله اللون البسيط ده، وكمان بيستوي كمان في الفريزر، وبعد كده ياخد بقى بيت سويه في قلب الصلصه، فاهمني؟ بس كده واخده بقى ايه على مصفى عشان يطفي ويزيد نسبه الزيت اللي فيه. اهو بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم.
بصوا بقى، لو انت تطبخيه في نفس الوقت يعني بتحمريه عشان تطبخيه، الزيت ده هو اللي بطبخ فيه القلقاس، يعني ما ترموش ولا حاجه، اهو هو اللي انا بطبخ فيه القلقاس نفسه، بحمر فيه التومه والكلام ده كله، اسيبه طبعا يبرد عشان ايه اكيسه بقى، وعلى الفريزر بقى عادي، ما تعمليش فيه اي حاجه اكتر من كده. الطريقه الثانيه بقى هي ان انا بعصر على القلقاس، يعني الكميه اللي قدامكم دي هعصر عليها ليمونه، فاهمني؟ وبيفضل معاك ابيض من السنه للسنه يا جماعه. الكميه دي هتاخد معايا عصير ليمونه كامله. كده عصرت الليمونه، نقلب 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 بس كده، وهعكس بقى على طول. عندي هنا كيس ثلاجه، وناخد بقى وهعكس بس، مفيش اكتر من كده، مفيش. الجلباس ده يا جماعه انا بحمره صوابع كده، وبديه ولادي زي البطاطس بالظبط، وممكن تنشفيه في الفرن تعمليه زي الشيبس. دي بقى الطرق بتاعتي في تفريز القلقاس، اتمنى كده تجربوها ان شاء الله، اتمنى كمان طريقه التقشير وطريقه التقطيع تنال اعجابكم وتكون سهلت عليكم الامور ان شاء الله. طبعا القلقاس اللي انا حمرته انا يعني ما ادتلوش لون، ما فيش فيه سويه في الموضوع خالص، شايفين القلقاسه جامده ازاي؟ لسه جامده زي ما هي، ولا كانك عملتي فيها اي حاجه خالص، مجرد ان انت غلفتيها كده بالزيت السخن فقط لا غير. وبتاخديها بقى تحطيها في مصفى عشان اي نسبه زيت تنزل منها، وتاخديها وتسيبيه يبرد، وبعد كده تعبيه في اكياس. يا سلام بقى لو الكيس بتاعك كبير شويه وفردت فيه كده القلقاس عشان تعرفي تحطي كده طبقات كده من الاكياس كده فوق بعضها لما تيجي تفرزيه يعني. وقبل ما تقفلي الكيس اشفطي الهواء اللي جواه، بس ما تاخدهوش يعني على صدرك بقى، لا يعني طلعيه بس اشفطيه وطلعيه. ممكن تعمليه بشفاطه عشان تطلعي يعني اخر نقطه هواء في الكيس، وتلاقي الكيس نفسه مغلف القلقاسه كده، فاهميني؟ وممكن تقفليه كده بتسخني سكينه على النار وتقفليه بالسكينه، او تربطيه زي ما انا رافته كده بس، وتفرزيه في الفريزر وتحطي بقى طبقات منه ايه على بعض. نفس الكلام الثاني برده، اشفطي الهواء اللي فيه وحطي بقى الطبقات كده ايه، واقفليه كويس وحطي الطبقات بقى على بعضه في الفريزر، مش هياخد معاكي مكان نهائي. اتمنى طبعا طريقه التفريز، طريقه التقشير، طريقه التقطيع تكون جديده عليكم وعجبتكم. طبعا لو الفيديو بقى عجبكم او استفدتم منه حتى بمعلومه واحده، ما تنسونوش طبعا ان انتوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب طبعا القناه، واهم حاجه تفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتعليق حلو علشان اعرف ان في حد بيشوف الفيديو وان هو استفاد. بس اسيبكم بقى في رعايه الله، مع السلامه.